الله الرحمن الرحيم. هذه بداية سلسلة لحل مسائل زي ما احنا شايفين فورس ايت 204 which is industrial electricity. الكورس هذا يتم اعطاؤه لطلبة الميكانيكا ودرسته في صيف 2011، فراح ابدأ بحل مسائل الكتاب التي ستكون مساعدة جدا للطلبة، وإن شاء الله تكون الحلول فيها الفائدة لتعم جميع شرائح الطلاب بمختلف مستوياتهم العلمية. السؤال الأول في الكتاب صفحة 18، عفوا ليس 16، يقول السؤال يقول calculate the resistance of 100 meter. فاللينك هنا عندي ال اللينك تساوي 100 متر 100 متر of a wire having a uniform cross sectional area of 0.1 millimeter square. لما يقول uniform cross sectional area معناته انه هذا عبارة عن round wire، يعني واير بشكل دائري، فمساحة مساحة المقطع لي الواير هذا هي عبارة عن area، الاريا حتساوي نرمز لها بالرمز A is equal 2.1 مليمتر سكوير. مباشرة نبدأ بتوحيد اليونتس، لابد أن تكون على شكل متر تربيع أو متر سكوير، في الـ A حتساوي 0.1 في 10 أس سالب 6 متر مربع، لأن يعني من مليمتر إلى متر هنا نضرب في 10 أس سالب 3 أو 1 على 1000. لكن من مليمتر مربع إلى متر مربع تكون في 10 سالب 3 تربيع، هذا يعطينا في 10 سالب 6، وبالتالي احنا بالطريقة هذه كتبنا الاريا in form of standard international system. If the wire is made of manganin having a resistivity of 50 في 10 أس سالب 6، فأعطانا resistivity هي خاصية المقاومة لي في الواير، لو نوع المعدن المستخدم resistivity عبارة عن عدد ثابت لكل معدن، المعدن هذا اللي هو ذكره في السؤال حيكون معطى 50 في 10 سالب 8 أوم متر أوم متر. فهو المطلوب calculate the resistance. الريزيستنس المقاومة للسلك هذه مجهولة، لكن عندي مجموعة من المعطيات. الريزيستنس لأي سلك هي resistivity مضروبة في length على الاريا. الريزيستيفيتي موجودة عندنا 50 في 10 سالب 8 مضروبة في length 100 متر على 0.1 في 10 أس سالب 6، فالريزيستنس في الحالة دي حتساوي 500 أوم.
الحل الأول. السؤال لم ينتهي هنا، ذكر قال if the wire is drawn out to 3 times its original length، بمعنى إذا كان الواير هذا تم إطالته إلى 3 أضعاف الطول هذا، بمعنى أن اللينث ال L هتساوي 3 أطوال الطول الأول 300 متر. By how many times would you expect its resistance to be increased؟ كم تعتقد راح تزيد مقاومة السلك؟ إلى كم ضعف راح يكون الريزيستنس؟ حيزيد إلى 3 أضعاف ريزيستنس. الإجابة will increase by 3 times its original length، بمعنى ان المقاومة حتساوي 1500 أوم. طلبنا 500 في 3 تعطينا 1500. الحالة هذه يكون اتممنا اجابة السؤال الاول بالاسايمنت شيت الموديل 1. طيب السؤال الثاني question 2 في صفحة 18 نفس الصفحة، ذكر انه a cube of material of side 1 cm، cube يكون بشكل مكعب يعني، كل ضلع من أضلاع الكيوب هذا 1 cm. من هذا المعطى الأول نقدر نقول الأريا للمربع حيكون إيش؟ طول الضلع تربيع، اللينكث تربيع، واللينكث هنا عندنا 1 cm مربع، والون سنتيمتر هي 1 × 10^2 كل تربيع، تصير 1 × 10^4 متر متر سكوير. هذه هي الأريا. ذكر أن مقاومة المكعب هذا هي 0.001 أوم between its opposite faces، بمعنى opposite faces اللي هي الفيس الأول اللي هو ذا والفيس الثاني اللي هو ذا، مقاومة 0.001 أوم. يقول if same volume of the material has length of 8 cm and the uniform cross section area، what will be the resistance of this length؟ بمعنى انه اللينكث هنا زادت الى 8، الطول في السابق كان 1 cm، يعني المقاومة هذه لمكعب اطواله الطول في ال طول الضلع في الضلع الآخر 1 cm،
كذلك طول المكعب بين الـ two phases 1 centimeter. Now the length increased to 8 centimeter. How much the resistance will be of this cubic material. نقول بما أنه الريزيستنس تتناسب طرديا مع اللينكث، بما أن الأريا كونستنت في الحالة دي متغيرت، كذلك الرو كونستنت لأن نفس الماتيريال نفس الريزيستيفيتي، بالتالي المقاومة في الحالة هذه حتساوي 0.001 في 8 وتعطيني 0.008 اوم. هذا الحل للسؤال الثاني.